استحواذ صندوق الاستثمارات على الأندية الأربعة، أقصد الأهلي والاتحاد والهلال والنصر. بالنسبة للأهلي، هل قائمة المرشحين كانت مفاجأة أبو نواف؟ لا طبعا، أعتقد أن الأسماء هي كانت يتم تداولها بشكل على نطاق واسع بين الجماهير الأهلاوية تحديدا، وأعتقد أنه الأوفر حظا في تحقيق الفوز اتضحت ملامحه من خلال العمل الجيد اللي أقدم عليه الأخ خالد العيسي. الحقيقة الرجل دفع مهر البحث عن كرسي رئاسة النادي الأهلي. احنا نعرف انه في تباين في عملية التقدم للمرشحين، هناك من قدم مهر او حتى جزء بسيط من القيمة اللي تحظى بكرسي رئاسة النادي الأهلي. الأخ خالد دفع قرابة 7 مليون ريال ثمنا لهذا الترشح. في مقابل ذلك نجد القوائم الأخرى متباينة، يعني للأسف انه حتى بعض الأسماء اللي كان يعول عليها الشارع الأهلاوي الكثير قدمت مبلغ 115 ريال وتبحث عن كرسي رئاسة النادي الأهلي. يعني أنا أعتقد أنه في هذه الحالة أو هذه الأسماء استصغرت مكانة النادي وقيمة النادي وأيضا قيمة الكرسي، كرسي رئاسة النادي الأهلي. أعتقد أنه يستحق أكثر من هذا الثمن البخس اللي قدم من قبل هذه القوائم التي تم استبعادها، لكن لا تزال هناك مرحلة قادمة. احنا نعرف انه مرحلة التمحيص، مرحلة لجنة الطعون في القوائم، وايضا الجمعية العمومية هي من ستحسم يعني بشكل رسمي انتخاب رئيس النادي خلال الايام القادمة. طيب، كيف تقرا يا ابو نواف عدم ترشح الاستاذ وليد معاذ؟ كسب محبة جمهور الأهلي في هذا الموسم الماضي بكل يعني طبقات المدرج الراقي، أعاد الأهلي إلى وضعه الطبيعي، وخرج عدة مرات في الإعلام وتحدث وكان مقنع كثيرا لجمهور الأهلي. كانت المفاجأة أنه لا يترشح، ليش من وجهة نظرك؟ من أبرز معطيات المرحلة الماضية إبراز كفاءة إدارية ومسؤولة وشخصية رياضية رائعة يعني منظمة ومحترفة وعقلانية وتتسم بالحكمة في كثير من الأمور المتعلقة بالعمل المهني الإداري المسؤول داخل الرياضة السعودية من خلال اللجان. احنا نعرف انه وليد معاذ خاض تجربة يعني من خلال لجنة احد اللجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، واثبت براعته ونجاعته ككفاءة مسؤولة حظيت بالاهتمام والاحترام في نفس الوقت. أيضا في الأهلي عمل الرجل عمل دؤوب، عمل يعني التبس بثوب الصمت، وأثمر عن إعادة الفريق الأهلاوي بأقل الإمكانيات وبأقل الجهود إلى مكانه الطبيعي بعد أن عانى مرارة الغياب والعشوائية الإدارية في السنوات الماضية. أعتقد عدم يعني بحثه عن كرسي رئاسة النادي الأهلي أنه الرجل، وهذا يعني القراءة الشخصية مني، أنه سيكون المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة. قصدك بيكون مرشح من صندوق الاستثمارات؟ بنسبة كبيرة جدا أعتقد أن وليد معاذ سيكون هو المرشح القادم لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي في شركة النادي خلال المرحلة القادمة. طيب، لكن في المقابل حازم، أعتقد أن وليد يعد من الكفاءات الإدارية المميزة جدا، وهو مكسب ليس للنادي الأهلي بل مكسب حتى للرياضة السعودية.